دبي تجمع الثقافات والشعوب، يا لين قدرت تحتضن العالم كله في مدينة واحدة. وإذا كنت بتسافر شراتي حول العالم وأنت في نفس المدينة، تعالوا برويكم كيف ونحن وين بالضبط. تبي تسير من دبي يا لين الجزر اللي حولها بأقل تكلفة عن السفر والشحن والتذاكر في هذا المكان، وشو عندهم داخل؟ تعالوا براويكم. وجهتنا اليوم منتجع أنانتارا جزر العالم، وإذا قلنا أنانتارا نقصد العلامة الرائدة والمعروفة في اللاندسكيب والضيافة. منتجع أنانتارا في جزر العالم الحاصل على جائزة أفضل الفنادق الفخمة في دبي في عام 2023، واللي يبعد 4 كيلومتر من شاطئ جميرة. هو وجهة سياحية فريدة من نوعها، وأول منتجع فاخر ومطور إلى هذا الحد من نوعه، ويعتبر ابتكار جديد في عالم السياحة العالمية. المنتجع عبارة عن جزيرة كاملة متكاملة تحمل طابع جزر المالديف، بتصميم أقرب للحقيقة لشاطئ وطبيعة الحياة في مالديف، وتصميم اللاندسكيب اللي مشهورة في سلسلة فنادق أنانتارا. وضعت هذه الجزيرة في معزل كلي عن حياة مدينة دبي الصاخبة اللي تبعد عنها دقائق، وأيضاً ملاذ الجمال الجميل جدا للي يبحث عن أرقى وجهة بحرية في دبي لعطلة نهاية الأسبوع، لأن هذا الفندق يعتبر من أكثر الفنادق استدامة، وهو عبارة عن مضخة أكسجين في مشروع جزر العالم، والسبب يعود لكمية الأشجار الموجودة في هذا المكان. من تدخل ريسبشن أنانتارا جزر العالم بتلاحظ شوية مكان مختلف عليك. يعتبر هذا المكان مستدام وصديق للبيئة في نفس الوقت، بتشوف البامبو والخوص اللي موجود هني، حتى الضيافة عندهم يقول لك تبانا نخدمك، ولا في نفس الوقت أنت تبى تخدم نفسك. بنشرب القهوة وبناخذ جولة في هذا المكان. انتم متخيلين ان هاي الجزيرة فيها ملعب بادل وفيها ملاعب كثيرة واكتيفيتيز؟ تعالوا براويكم اياها. الجزيرة فيها احواض سباحة وسينما خارجية تشوفون فيها اي فيلم تحت النجوم، وفيها ملعب للجولف صغير يعني انك تضرب الكرة وتطيح في البحر، وفيها ملاعب للبادل وكرة الطائرة، وهذا غير عن الالعاب المائية مثل البنانا بوت والجيتسكي والقوارب اللي فيها، وأيضا منطقة مخصصة للعب الأطفال، وجيم مفتوح 24 ساعة وسبا راقي جدا، وكل هاي المرافق تحت إشراف فريق متخصص يحفظ لكم سلامتكم وخصوصيتكم ويقدم لكم أعلى مستويات الخدمة. وعلى فكرة ترى حتى الخدمة عندهم حاصلة على جوائز هالسنة. عاد الحين يا وقت الأكل، تعرفون إن هاي الجزيرة فيها 3 مطاعم، يعني لو بتقعد ليلة ما بتقدر تخلصن كلها. نقول بسم الله. سمعتوا عن الإنسان اللي ما فيه صبر؟ أنا هذا. شو رأيكم نخليهم ينزلون كل شيء مرة واحدة؟ نقول بسم الله ونبدأ في هذه اللبنة الفنانة. وهذا أتوقع أنه كوسة سواي بطريقة فنانة. هاي طريقتها سهلة ولكن فكرة مبتكرة وجديدة نقدر نسويها. دائما أنا هدفي من المطاعم مو بس آكل، لا
أشوف الطبق وعاين عدل وأشوف إذا أقدر أسويه في البيت ولا ما أقدر أسويه في البيت. هاي من ضمن أهدافي أنا زيارتي للمطاعم. أتوقع هذا الاخطبوط ثاني مرة يرضى في حياتي. أشوف الحين فنان طري مو بيابس بصراحة. يمكنت أنا في المدينة وقالوا لي عندك زيارة في جزيرة أنانتارا جزر العالم. توقعت أن الأكل يكون لأن بعيد عن المدينة وحسب ظروف الجزيرة هذه قلت ممكن ما يكون على مستوى، ولكن اليوم أثبتوا جدارتهم وفنونهم في الأكل. الحلو أن عندهم سلطات متنوعة، غريك سلط، سنتوريني سلط، هذه نحب نتمع المشاوي يلين نقضي عليها. أوه ذكرنا شيء، المشروبات عندهم لذيذة جدا. جوس معروف عني من بداية البرنامج ما أطلب عصير واحد، أطلب عصيرين، أجرب الاثنين وأعطيكم رأيي في واحد منهم. الفندق يحمل في تصميم الغرف ستايل الجزر وتحديدا المالديف. عندهم فلل وسبعين غرفة وجناح، كلهم مصممين بتصميم راقي جدا وفخم، فيهم كل وسائل الراحة والاستجمام. والبداية من الفلل، عندهم فلل مصممة من الخيزران، وعندهم فلل على الشاطئ، وعندهم فلل بعد أن هي مطلة على التراس اللي موجود على البحر وأيضا على حوض السباحة. وعندهم أكبر فلة، فيلة الشاطئ اللي فيها 4 غرف نوم تضم 8 أشخاص. السكن في هذه الفيلل تجربة تستحق أنك تخوضها ولو مرة في العمر في دبي، لأنك تكتشف عالم آخر من الرفاهية. وكيف السكن فيها؟ فعلا مطابق للسكن في الجزر المعروفة والراقية حول العالم. عندهم بعد غرف مطلة على البحر وتحس أنك في غرفة عائمة من كثر ما هو الماي قريب منك. وعندهم غرف على الشاطئ فيها حوض ومسبح خاص للغرفة. وعندهم بعد جناح الجونيور اللي موصل بالشاطئ، والجناح الجونيور اللي مع حوض السباحة الخاص فيه. وطبعا النظافة والخدمة في هالغرف ما يحتاج أوصف لكم إياها. لو تلاحظون مستوى القرف يفوق التوقعات والإطلالات الجميلة الموجودة في هذا المكان. وبالنسبة لي هذا المكان من أجمل الإطلالات اللي شفتها في حياتي، فعلا أنهم أبدعوا فيها ودبي ينبونها أرض الإبداع. نقول انتهت جولتنا من جزر العالم، تحديدا منتجع أنانتارا، وبنعود إلى عالم الصغير مدينة دبي.